طيب كيف ممكن نسيطر على هذا الموضوع؟ يعني مثلا زي ما ذكرت انه عندنا مصاريف والتزامات، يعني في ناس مثلا بيحجزوا قبلها بوقت، في ناس بيتاخروا لاخر لحظه، هل ممكن اني مثلا اسوي ميزانيه من بدايه السنه اني هناك سيفنج للسفر، هناك مال احطه على جنب؟ يعني كيف اقدر ارتب هذه الميزانيه؟ طبعا هاي بتكون مرحله متقدمه بالتخطيط حسب شو الناس متعودين. طب خلاص مو المفروض احنا عارفين اننا حنسافر وعارفين في صيف، اذا لازم استعد. هو ممكن اذا احنا من بعد ما نرجع من الصيف نخطط للصيف اللي بعده مثلا، ونبدا نعمل توفير او سيفينج مبلغ بالشهر لنوصل للصيف عندنا هذا المبلغ. التخطيط هذا بيكون يعني بشكل شهري، اذا بدنا نستقطع لنقول مثلا 500 دولار او اي مبلغ كان مثلا، ممكن نبدا نحدد الاشياء اللي ممكن نوفر فيها شهريا، نقتطع هذا المبلغ، نوصل للصيف عندنا المبلغ اللي ممكن نخطط فيه اجازه جيده، بدل ما نوصل تحت عبء انه بدنا نطلع اجازه وما في ميزانيه، بدنا نقترض وكريدت كارد وندخل هذه المشاكل.